يمكن دي اخر مره للاسف الشديد الواحد يتكلم عن المنتخبات العربيه، سواء منتخب مصر او منتخب المغرب او منتخب تونس او حتى منتخب الجزائر، لان احنا داخلين على رجوع الدوري الانجليزي تاني، رجوع دوري الابطال تاني، مفيش مباريات للمنتخبات لحد فتره طويله، لحد ما نخش على تصفيات كاس الامم افريقيا 2023 او نشوف تونس والمغرب هيقعوا مع مين في كاس العالم. بس عايز اقول لك حاجه مهمه، هنا في القناه احنا بنتكلم في كوره، احنا بنتكلم في كوره كوره بس. يعني مثلا من المنتخب المغربي لما يعمل ماتش كويس طبيعي ان انا هطلع اقول عليه انه عمل ماتش كويس، لو عمل ماتش وحش انا مش مخول ان انا اطلع اقول لك ان المنتخب المغربي عمل ماتش كويس لمجرد بس ان وي ار اريبيان مان، احنا عرب ولازم نساند بعض. لا، احنا مش جامعه الدول العربيه، دي قناه بتتكلم على كوره. لما المنتخب المغربي هيأدي اداء كويس هنطلع نقول المنتخب المغربي او المنتخب التونسي بيأدي اداء كويس، لما المنتخب التونسي او المنتخب المغربي ما يأديش اداء كويس هنطلع نقول كده، لان دي برضو قناه كوره. انا بالنسبه لي كشخص مصري كنت متوقع بنسبه 70% ان السنغال هي اللي هتصعد على منتخب مصر في المباراتين، كنت متوقع، وكنت متوقع ان السنغال هتاخد كاس امم افريقيا، لان ممكن تقدر تقول عليا كده ان انا من الناس اللي بقاش عندهم شغف قوي للكره المحليه، لاني من الناس اللي حضرت مجزره بورسعيد ومن الناس اللي حضرت مجزره الدفاع الجوي، فبصراحه موضوع التعصب التام في الدوري المصري بطلته من زمان، لاني عرفت ان الموضوع اساسا كرة بتستخدم في مصر لأسباب تانية ملهاش أي علاقة بالحقيقة بتاع كرة القدم، إن إحنا مفروض إن الكرة صناعة والكرة بقت دلوقتي حاجة مهمة في اقتصاد الدول، إنما إحنا الكرة في مصر عندنا بتستخدم لحاجات تانية. فأنا بصراحة بطلت أتعصب للكرة من زمان، ولما لقيت إن إحنا كعرب بنتفاعل على تشجيع برشلونة سوا، بنتفاعل على تشجيع أندية في الدوري الإنجليزي سوا، ما فيش أي مشكلة وأنت تتكلم على المنتخبات العربية. يعني مثلا اتكلمت عن المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم وكأس أفريقيا، لقيت فيه تفاعل جه على القناة، وللأسف الشديد ده حط عليك ضغط تاني إن أنت لازم ترضي الناس بقى، وإن أنت لازم تقول إن أنت عندك عرق جزائري وعندك عرق مغربي وعندك عرق تونسي علشان خاطر تعجب الناس. أنا مش بتكلم في عروبة، أنا بتكلم في كورة. أنا بتكلم في كورة. أنت لعبت كويس النهاردة تستحق إنك تكسب، لعبت وحش النهاردة تستحق إنك تخسر. الموضوع سهل جدا وبسيط. بس في ناس بتعقد الامور وبتلعبك الامور قوي، مع ان يا جماعه الامور بتكون واضحه وصريحه. هل منتخب المغرب بيقدم كره مع واحد خلصتش؟ انا بشوف ان منتخب المغرب مش بيقدم كره مع واحد خلصتش. ناس كتيره شايفه ان عندي حق، وناس تانيه شايفه ان انا حاقد وحاسد على المنتخب المغربي. ده طبيعي، لان الناس داخله فاهمه ان انت خلاص مش مصري، معروف عندنا ان احنا بنحب التطبيق كبير، فهقول راي ايجابي عن المنتخب المغربي. حتى لو المغرب ما شافتش قدامها قدام الكونغو، الناس مستنيه مني ان انا اطلع اقول رايي بيرضيهم. لا، انا مش هقول لك رايي يرضيك، انا جاي انا بتكلم في كوره. انت الماتش الاول ما شفتش قدامك، الماتش الثاني عرفت تستغل قدرات لعيبتك وعرفت ان انت تصعد. الصعود اللي كان منطقي، المنطقيه كانت بتقول المنتخب المغرب يكسب منتخب الكونغو، ده المنطق، المنطق كان بيقول كده. بس مع الاسف يعني المشاكل بتبان وقت الخساره، وقت الخساره بتلاقي الناس كلها اللي عملت اشتراك عندك بتكون مستنيه بقى انك تطلع النسخه لاحمد موسى منك. يعني مثلا لما عملت انا تحليل ماتش الجزائر والكاميرون، لما قلت فيه ان انا عامل فيديو علشان خاطر فيوز، في ناس كتير قالت احنا احترمناك علشان انت بتتكلم حقيقي، اللي هو انت بتتكلم على الجزائر عشان خاطر تجيب فيوز. بس انا عايز اقول لك انا بتكلم على الجزائر عشان اجيب فيوز، وبتكلم على الجزائر عشان انا خاطر انا عايز اتكلم على منتخب الجزائر ككوره، مش بتكلم ك وطنيه ولا بتكلم كعروبه ولا بتكلم كاي حاجه من الحاجات الملعبكه دي كلها. لا، بتكلم ككوره، جاست فوتبول مان، احنا بنتكلم ككوره، دي مجرد كره قدم، احنا بنتكلم على ماتش كره قدم. في ناس بتعتبر ان الموضوع خاص بيها وانك ما ينفعش تتكلم على منتخب الجزائر ابدا، وفي ناس تانية منفتحه على حته ان احنا لازم نشوف راي الغير فينا ايه ككوره، لان طبعا في ناس كتير قوي بتاكل عيش على حس منتخب الجزائر، في ناس كتير قوي قنواتها كبرت على حس منتخب الجزائر. هتقول لي ما انت التاني واحد من الناس دي، اقول لك حاجه تشرفني، وحاجه شرفني كمان ان انا عندي فيديوهات للمنتخب الجزائري عاليه، وعندي فيديوهات عاليه للمنتخب المغربي، وعندي فيديوهات عاليه للمنتخب التونسي. هتقول لي طب ما انت مصري، فين جمهورك المصري؟ هقول لك انا بقى الازمه بتاعت فقد الشغف بتفرق معايا قوي، لان انا لو بقول رايي على منتخب مصر بكل واقعيه وبكل منطقيه الناس بترفض كل ده، لان الناس عايز تسمع لغه القلب، الناس عايز تسمع الكلام اللي هو عايز اسمعه. بس مع الاسف الشديد انا من الناس اللي بتكلم معاك باللي انا شايفه، انت شفت حاجه تانية قول لي انت شفتها. انما انا بتكلم على منتخب مصر ان عنده خط نص سيء، ما تجيش تقول ان انا بقلل منتخب مصر. منتخب مصر منتخب على الورق كبير جدا، بس جوه الملعب منتخب مصر تايه بقاله 5 6 7 سنين. بس الناس رافضه الكلام ده، لان احنا عندنا في مصر هنا في شويه احزاب
حزب الاهلي، حزب الزمالك، حزب لعيب الاهلي، حزب لعيب الزمالك، ده ما ينفعش انك تخبط فيه لان في جمهور وراه، ده ما ينفعش انك تخبط فيه لان جمهور وراه. فمع الاسف الشديد لازم تدور على حد ضعيف وتديله فوق دماغه. في محللين كتير واخدين السكه دي وابرزهم عم رضا عبد العال، الراجل واخد السكه دي وطاير بيها بالسخان والراجل رايح. وفي ناس تانية بتقرر تطبل الانديه علشان خاطر خلاص تركز على جمهور معين. انا بقى برو مع الاسف الشديد فقدت شغفي كمشجع اهلاوي مع تولي موسيماني، لان انا بشوف ان الراجل ده مش بيقدم كره قدم عكس ناس كتير، ولسه مسمع الكلام ده من سنتين رغم ان الراجل واخد 2 دوري ابطال افريقيا. بس مع ذلك عمري في حياتي ما اعترفت ان موسيماني بيقدم كره قدم ولا عنده افكار فنيه اطلاقا الا في الماتشات اللي موسيماني بيعمل فيها جيم دفاعي. فما عنديش جمهور مصري، غير ان انا كان عندي جمهور مصري في فتره من فترات لما كنت بتكلم على الاهلي والزمالك، بس غيرت اسم القناه كتير جدا، فجمهور الاهلي والزمالك ده راح من عندي. غير ان انا الامانه في فيديوهات كنت بلوش فيها وكنت بتكلم على الاهلي بطريقه سيئه حتى والاهلي كسبان، ودي كانت بتزعل مني ناس كتيره جدا. بس انا عمري ما اهتميت بالحاجات دي لان انا عامل القناه دي انترتينمنت، عاملها عشان اقول اللي انا عايز اقوله. الموضوع كبر والموضوع بدا يبقى مشروع والموضوع بدا يكون فيه ارباح ويكون فيه اموال، ده ملوش اي علاقه بان انت لازم تغير افكارك وتروح بقى للسوق عايز ايه. السوق عايز ان انت تقول المنتخب تونس قدم اداء كويس الماتشين في حين منتخب تونس ما راحش على جون قدام مالي، ده يبقى سوء ابن جزمه. والله العظيم سوء ابن جزمه بجد والله. انما بتتكلم عن منتخب تونس عرف يستغل الفرصه كويس، ومنتخب تونس ما هموش موضوع الاداء طول ال 180 دقيقه، اهم حاجه عنده الصعود. ده زعل ناس كتيره توانسه مني وقال لك انك بتتكلم بغيره وبتتكلم بحقد، مع اني عمري في حياتي في القناه دي ما اعتبرت ان منتخب تونس يفرق عن منتخب مصر في حاجه، بالعكس تماما. اكتر منتخب برتاح في الكلام عليه هو منتخب تونس، يعني بحس ان الظروف بتاعتهم شبه الظروف بتاعتنا قوي، بحس ان مشاكلنا واحده، بحس ان الفساد اللي موجود عندنا موجوده عندهم في الرياضه، بحس ان المشاكل اللي في الاعلام موجوده عندنا موجوده عندهم هناك، كل مشاكلنا بحس ان هي واحده. غير طبعا وجود علولو، غير وجود ساسي قبل كده، غير وجود لعيب زي سيف الدين الجزيري وحمزه المسلوسي، فلعيبه انا بتابعهم كتير جدا في ماتشات الاهلي والزمالك لدرجه ان انت حسيت ان الناس دي خلاص منك، والناس دي لازم تطلع تتكلم عليها وتقول اللي انت شايفه. وبصراحه في توانسه كتير جدا ما بيفرقش معاهم موضوع النقد، بالعكس تماما الناس دي بتحب النقد زينا وكتير كمان. يعني في ناس كتيره مش مقتنعه بالكره اللي بتتقدم، بس في الاخر هي مبسوطه لان المنتخب التونسي كسب. المنتخب الجزائري بقى كان بيجيب ريتش عالي، للامانه كان بيجيب ريتش عالي قوي، بس انا عمري في حياتي ما قررت ان انا اروح للسكه الشمال، سكه ان والله في حقد وفي كراهيه من ناحيه المنتخب الكاميروني ومن ناحيه ساموليتو. حتى لما تم اختيار الحكم بتاع المباراه الاولى قلت ان دي قد تكون مؤامره، اختيار الملعب واختيار الحكم، بس انت لو ركزت في الملعب هتكسب، انت ركزت في الملعب، عملت ايه؟ كسبت. الماتش الثاني بتاتي الازمه بقى، لان لما المنتخب الجزائري ما كسبش انت مطلوب منك انك تختار سكه من الاثنين، يا تكمل بواقعيه وتكمل بمنطقيه وتكمل كلام مش هيعجب الناس وكلام هيجيب مشتركين بالسالب، يا تروح لحته التحكيم وتروح لحته انك تمسك الطبله. وانا بصراحه ماليش في حوار مسك الطبله، انا بحبوش من زمان قوي، انا بحبوش، بعتبر ان الموضوع كله كان في الملعب. الحكم كان سيء، كان سيء، بس الحكم مش هو اللي عمل تغطيه غبيه في لقطه الهدف الثاني، الحكم مش هو اللي عمل تغطيه غبيه في لقطه الهدف الاول. جبت انا اللقطه بتاع الهدف الاول ولسه متاكد ان الكره فاول، بس برضه متاكد ان المنتخب الجزائري عدى كل المحن دي بالهدف عن طريق احمد توبه، يعني منتخب الجزائر عدى كل المحن دي عن طريق هدف احمد توبه. بس مع الاسف الشديد غلطه غبيه لبست منتخب الجزائر هدف التعادل. مطلوب منك بقى انك تقعد تقول ان جمال بالماضي لم يخطئ في التشكيل، لم يخطئ في ان هو قرر يهاجم، لم يخطئ في ان هو بدا باحمد توبه متاخر قوي وبدا بيوسف عطار وهو ما كانش يستحق ان هو يبدا اساسي، مش مسموح منك الكلام ده. احنا عايزينك بس وقت المكسب، وقت المكسب قول لنا الكلام اللي يرضينا، وقت الخساره اخلص خالص ما تتكلمش، قول الكلام برضه اللي يرضينا. الكلام اللي يرضينا في مؤامرات، الكاميرون دفعت 100,000 لبكاري جسام. بكاري جسامة سعادتك الكاميروني اللي دفع له 100,000، سامو ليتو هيدفع 100,000 لبكاري جسامة؟ ده مش كونسيساو كان بياخد بالدولار، هيجيب حكم يديله 100,000 دولار. ما تخشش في موضوع البيرسونال ان انت عندك مشكله مع سامو ليتو يبقى خلاص سامو ليتو هيعمل كل حاجه علشان خاطر احنا ما نوصلش كاس عالم. بالعكس تماما، الموضوع حق مشروع لسامو ليتو وحق مشروع لمنتخب السنغال، في حين الناس كلها بتقول لك السنغال عنصريين، الكاميرون عنصريين. برو احنا العنصريين، احنا اللي شايفين الناس كلها عنصريه، احنا اللي شايفين الناس كلها غيرانه وشايفين الناس كلها حزدانه، مع ان حلمنا واحد،
انا حلمي ان انا اوصل كاس عالم، حلم السنغال توصل كاس عالم. السنغال قدرت ان هي توصل كاس عالم بطرقها، طرق ملتويه، طرق صريحه، طرق واضحه، وصلت كاس عالم. انت هنا في مصر ادعيت المثاليه في المباراه الاولى، استقبلت المنتخب السنغالي باحترام، ما كانش مطلوب منك الكلام ده، بس انت مشكورا. احنا بقى واجب الضيافه واحنا ما كانش مطلوب منك الكلام ده، بس مع الاسف الشديد انت رحت للسكه دي. فلما هو راح لسكه ان انا عايز اكسبك وعايز اوصل كاس عالم، اللي هو حلمي، اللي هو نفسنا نشوف المنتخب السنغالي في كاس العالم بالنسبه للسنغاليين، بقى دلوقتي هو عنصري وبيكره المصريين. الموضوع ملوش اي علاقه بالعنصريه خالص، ولا موضوع ان الافارقه شايفيننا اوروبيين. الموضوع موضوع ان كل واحد عنده حلم مشروع يوصل له بالطريقه اللي هو شايفها. المنتخب الجزائري كان عنده حلم مشروع هو جمال بالماضي، كان نفسهم يوصلوا كاس عالم. المنتخب الكاميروني هو وسونج كان عندهم حلم ان هم يوصلوا كاس عالم. كل واحد فيهم بيشتغل على الحلم بتاعه بطريقته. مش معنى ان واحد فيهم قدر يوصل للحلم بتاعه، واحد فيهم ما قدرش يوصل للحلم بتاعه، يبقى اللي وصل للحلم ده عنصري وفيه العبر لانه مجرد افريقي، لانه مش هيلاقي حد يدافع عنه. احنا بنختار السكه السهله دي، سكه اللي هو اروح لمكان محدش هيقدر يدافع عن الناس اللي فيه. يعني روح اتكلم على الكاميرون بطريقه سلبيه لان محدش هيدافع على الكاميرون، روح اتكلم على السنغال بطريقه سلبيه لان محدش هيدافع على السنغال. يا جماعه احنا جاست لوزر، احنا خسرانين، عشان كده قاعدين نطلع لوط في الصاله دي. احنا خسرانين، احنا لو كسبنا كان زماننا دلوقتي بنصيح. اه والله لو كسبنا كان زماننا بنصيح، ولو كسبنا كان الكلام بتاعنا اتغير 180 درجه. كان الكلام بتاعنا دلوقتي زمانه عملنا كل حاجة، قدرنا نكسب المستحيل، منتخب مصر عمل الحاجة الصعبة، كسب من الملعب بتاع السنغال، المنتخب المصري كان أبطال، كان رجالة. إنما برضو لو خسرنا، تخيل لو كسبنا كان هيعملوا فينا إيه؟ أنت شفت المنظر كده؟ تخيل لو إحنا كنا كسبنا ما كناش هنعرف نطلع إزاي من الملعب. اللي هو الكلام ده بتسمعه من زمان، بس الكلام ده بقى بتاع وقت الخسائر. وقت الخسائر تعالى لينا، حجج بقى كلها موجودة عندنا بسم الله ما شاء الله، الشماعات كتيرة قوي عندنا. خسرنا تعالى نتكلم على الشماعات. انما لما بتكسب انت بتنسى كل الصعاب دي. يعني مثلا في جزائريين كتير قوي كان عندهم مشكله مع الاداء في مباراه الكاميرون، كان دفاعي، معناها ان الاداء كان دفاعي، الاداء كان دفاعي، بس في الاخر الناس كانت بتقول لك لا احنا كنا مش بندافع، احنا كنا بنهاجم. انت كنت بتدافع، جيت الماتش تاني اتغلبت عشان ما دفعتش. يعني انت كنت رافض فكره انك توصل كاس عالم بالدفاع، قررت انك تهاجم، خسرت. وراجع دلوقتي تقول لي لا اصل انا ظلمت تحكيميا. اصل انا الحالات كلها على فكرة حتى الآن مختلف فيها، في حكم ممكن يقول الكرة دي تستحق انها تحسب ضربة جزاء، الكرة دي من بره، الكرة بتاع سليماني هدف شرعي، الكرة بتاع سليماني خبطت في يد سليماني، كل الحالات حالات جدلية. انما الكلام حوالين الماتشات هيتعادوا، دي ماتشات مسؤولين مصر بيبيعوا فيها الوهم، مسؤولين الجزائر بيبيعوا فيها الوهم للناس، لان انت بيع الوهم للناس مش هيركزوا على محاسبتك. بس طول ما انت بتبيع لهم الوهم وبتقول لهم ان احنا ظلمنا واحنا 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 وكل الناس ضدنا، محدش هيدور على ان انت تتحاسب. جمال علام اول حاجه عملها قال لك همشي كارلوس كروش، لان الموجه كانت ماشيه ان كارلوس كروش هيمشي. جمال علام لما سمع كلام الوزير قال لك كارلوس كروش قاعد، في حين ان هو كان بعد الماتش مباشره قال ان الراجل حسم مصيره وهو مشي. بس لما في اصوات بدات تطلع ان كارلوس كروش يقعد، الكلام بدا يتغير. احنا منظومات هشه، منظومه الكره المصريه منظومه هشه جدا، منظومه الكره الجزائريه منظومه هشه، كان بيحميها جمال بالماضي واللعيبه المحترفين والانتصارات. انما الازمات بتظهر لما بتتغلب، لما بتتغلب بتظهر عقليات الجمهور رافضه تماما فكره تقبل الهزيمه، بتظهر عقليات ان احنا بيتعنصر ضدنا، بتظهر عقليات دايما ان الاخر عنده مشكله معاك. بس مفيش اي مشكله، السياسه دي عالميه. ترامب وصل للحكم في امريكا عن طريق استخدام السياسه دي، السياسه اللي هو بيخوفك من الاخر. فالسياسه دي قذره بس بتجيب نتائج. احنا دلوقتي ماشيين في حته ان الاخر الافارقه بيكرهونا والافارقه بيحقدوا علينا. هل الكلام ده حقيقي؟ بالعكس تماما. احنا لما بيتم استقبالنا بطريقه جيده من الافارقه بنقول لهم احلى كلام، بس لما بنطلع خسرانين بيبقى الافارقه استقبلونا استقبال سيء. هتقول لي طوب ومش طوب، اقول لك مش ملائكه. جمهور كره القدم، كره القدم تحديدا بتعبر عن البلدان وبتعبر عن سلوكيات الشعوب. احنا بقى بنمثل، خلاص مش ذنب الافارقه ان احنا بنمثل، هم على طبيعتهم، مش ذنبنا ان احنا عايزين ناخد اللقطه لا اكتر ولا اقل. بص، عارف ان الفيديو ده هيجيب شتايم كتير، عارف ان الفيديو ده هيجيب اراء سلبيه كتير، بس انا عمري في حياتي ما دورت على الاراء الايجابيه. اه والله بجد عمري في حياتي ما دورت على الاراء الايجابيه، عمري في حياتي ما دورت على ان انا ارضي الناس بطريقه عامله ازاي. تحليلاتي ماشيه خلف خلاف، ما بجيبش مشاهدات، ما بجيبش مشتركين، مش مهم، المهم ان انا عامل القناه دي عشان اتكلم. لما ما اتكلمش ولما امشي مع الموجه
هيبقى وقتها قفل القناه افضل بكتير جدا من ان هي بتجيب لي فلوس وبتجيب لي ناس بتفكرني ان انا كنت فين ودلوقتي بقت فين، لمجرد بس ان بقى في دولارات في العداد عشان خاطر انت بتطبل للمنتخبات. منتخب مصر لما يستحق ان هو يوصل كاس عالم قدام السنغال، منتخب الكاميرون عارف يكسب منتخب الجزائر في البليده كويس قوي، منتخب الجزائر اللي هرجع اقول تاني وتالت ورابع ان هو ما بيعرفش يلعب في البليده، ان هو عنده نقطه ضعف ان هو ما بيتحملش ضغط الجمهور، منتخب الجزائر جامد جدا بره ملعبه انما جوه ملعبه بيتوه، جوه ملعبه الضغط الجماهيري بيكون اكبر بكتير جدا من قوه شخصيه اللعيبه ودي بيعانوا منها في ماتشات كتير ابرزها الماتش بتاع بوركينا فاسو وابرزها الماتش بتاع منتخب الكاميرون. منتخب الجزائر شخصيه قويه جدا بره ملعبه انما جوه ملعبه فريق هش ممكن تعرف تكسبه لان لعيبته بتخرج بره الجيم والكلب السعران بيجري وراها علشان خاطر لعيبه منتخب الجزائر اول ما الانتصار ما بيتاخر كل حاجه بالنسبه لهم بتبدا تفوق. منتخب تونس ما بيقدمش كره جميله لكنه فريق بيعرف كويس قوي يوصل للتارجت اللي هو عايزه، انا عايز تارجت اوصل كاس عالم هوصل كاس عالم مش مهم بقى وصلت من انهي سكه. المنتخب المغربي استحق ان هو يوصل كاس عالم عن طريق جهود لاعيبته، استحق يوصل ان هو كاس عالم علشان خاطر هو فريق كان عنده حظوظ عاليه في القرعه. هتقولي القرعه كانت متفبركه، اقول لك عادي، ما قرعه دوري الابطال اكتشفنا ان هي مفبركه وبعد كده رجعوها ساعه وبعد كده قدمناها وبعد كده اخرناها. فيها ايه لو القرعه اتفبركت؟ القرعه لو اتفبركت وجابت لك فرقه صعبه بيبقى وقتها في مشاكل في القرعه، انما لو القرعه جابت لك فرقه سهله يبقى القرعه جميله. مشاكلنا كلها بتظهر وقت الخساره، بنطلع قطط الفصانه وبنطلع كل المشاكل، لكننا نجرؤ ان احنا نعترف بالنتائج، النتائج ان مصر لا تستحق انها توصل كاس عالم، النتائج ان الجزائر خلاص الموضوع انتهى تماما، ميري وملكي والمنتخب الكاميروني بقى موجود في كاس العالم، منتخب المغرب وتونس استحقوا ان هم يكونوا موجودين كاس العالم، حظهم جيد حظهم مش جيد، المهم ان هم وصلوا كاس العالم. هل لو الناس دي خسرت كان السف هيبقى قليل؟ لا مش هيبقى قليل. طب هل السف اساسا فكره مقبوله؟ بصوا هو احنا عرب كلنا اسره ببعضينا بس this is competition، دي منافسة طبيعي جدا اللي يوصل يتريق على اللي ما وصلش، طبيعي جدا اللي ما وصلش بيبقى مش بيتمنى التوفيق للي يوصل. هتقولي دي نفسنا؟ اقول لك موجودة عند جانب كتير وهتفضل موجودة، وحتة المنافسة دي اوقات بتكون لذيذة جدا في الكورة، وهي اساسا الكورة متعتها في كده، متعتها ان كلنا مختلفين، واحد نفسه كل البلدان العربية تكسب، واحد تاني نفسه منتخب بلده بس هو اللي يكسب علشان خاطر يقعد يعاير كل الناس بيه ويقول لك انا بكسب وانت بتخسر. دي جزء من عقليتنا لازم نتقبلها، انما هنقعد نمثل ونقول كلنا عرب وكلنا اخوه وانا زعلت ان المنتخب ده ما وصلش وانا فرحت ان المنتخب ده ما وصلش. ما يعني احنا كلنا عارفين احنا بنمثل على بعض، ما نمثلش على بعض، كل واحد يكون على طبيعته. اكتب في الكومنتات انت فرحت فعلا او زعلت في خساره المنتخب الفلاني، وانا كمصري ما عنديش اي مانع ان في توانسه يقولوا لي فرحنا في خساره منتخب مصر لان السنغال تستحق، ما عنديش مانع ان جزائريين يقولوا نفس الكلام، ما عنديش مانع ان مغاربه يقولوا نفس الكلام، لان انا شخص واقعي مع نفسي والدنيا بالنسبه لي سهله جدا، لان انا في الكوره زمان كنت بخسر 4-5 وكنت بكسب 5-6 وكنت بطلع فرحان وكنت بطلع زعلان، بس بعد الماتش كان الموضوع بيتغير تماما بالنسبه لي. انا كنت بلعب كوره، جسمي تقيل دلوقتي بطلنا نعمل ايه بقى، قضاء وقدر، مش هنفضل نعيش طول عمرنا بنلعب كوره. الفيديو طول، الفيديو طول، ممكن ما يجيبش مشاهدات، انا مش عايز يجيب مشاهدات، لان هو لو جاب مشاهدات هيدوروني انا في القناه، لان الناس كلها هتقول لك والله هذا الشخص ما عنده نبض العروبه وما عنده قلب العروبه، مع اننا كلنا تسالنا عن ايه العروبه دي، انا اقول لك والله ما نعرفها بس عايشين على مجرد بس ترديد شعرات قديمه حافظينها ومحافظينها لنا من زمان، انما ما نعرفش ايه المعاني الحقيقيه للشعرات دي لا اكتر ولا اقل، انما المفروض ان بيجمعنا لسان واحد بيجمعنا دين واحد، ده المفروض، انما موضوع العمق بتاعهم ده خليه لهم، وخلينا متفقين ان جمهور الكوره غير جمهور السياسه، احنا بقى بنخاطب جمهور الكوره، جمهور الكوره يفهمنا كويس قوي، انما الجمهور بتاع العرب والاخوه والوحده والكلام بتاع البزراميد ده بصراحه ده متعب جدا، لانك اول ما بتتكلم معاه بمنطقيه وحقيقه بتلاقيه ان هو سبك ولعنك ولعن سلسله في اهلك، ف ده جمهور ما عنديش مشكله ان هو غادر القناه، انا القناه دي كان عندي 21,000، انت عارف ال 21,000 دول محذوف لي كام اساسا؟ انا محذوف لي 16-17,000، يعني عادي يا باشا الموضوع مش فارق معايا ولا ما ولا فارق، يعني المهم انك تقول اللي انت عايزه، وانا بقول اللي انا عايزه، يبقى بس تقول في داهيه. القناه مش انت.